حياك. وكان الكلمة حور العين وحور الطين يعني ليس من الأدب أن نقرن هذه بتلك، ورسولنا لم يستعمل كذا حور الطين يعني. بارك الله فيك. إن كان لا تخريج أقصد الحور المخلوقات من طين، لكن تعبير ما يقال، لأن من النسوة الطيبات من أهل الدنيا صالحات قانتات فضليات أيضا. وانت تسمى ايه انت؟ ماذا كانت هي الحور الطين؟ وانت ايه؟ وانت ماذا يعني؟ رجل الطين، رجل مطين ولا مش؟ السلام عليكم.